دخلت الركاد لازم الثالث من شروط الصلاة. الثالث من شروط الصلاة التمييز. ما هو التمييز؟ نعم، ما هو التمييز فقط؟ تمييز مالت ترقمه من دنه مليت مالت. هل التمييز هو البلوغ؟ لا لا. نعم تمييز مالت ترقمه من دنه. لا ترجم تمييز بلو مالت لق ما دم مرس مالت نو. لا، ليس التمييز هو البلوغ. يخطئ كثير من يترجم يقول التمييز هو البلوغ، خطأ كبير. يا تكلني يا ترجم هذا اللي ما دام الرسول ما قال. التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء وهذا نار مثلا. تمييز مالت مليت مالتنا إساتنا وهان مليت. تقول له قم يقوم. قم ستلاو يملكوا. اجلس يجلس. فكما ستلاو يكمل. إذن هذا مميز فصلاته صحيحة. إيه يا مليس صلاة الله كبر صحيح. هل تصح صلاة الصغير؟ إيه أن صلاة صغير قال من يعرف؟ أوقف. يقول نعم خطأ. يقول تصح صلاة الصغير خطأ. نعم لا تصح صلاة الصغير خطأ. نعم لا 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 خليك واقف. نعم يقول إذا كان يميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطلة. بارك الله فيك. نعم اشرح يا رجل. يهتان صلاة يمليك هنا صلاة يبقى هتان هنا يمليك هنا صلاة عيبك أبلا بتفشل الناس كمتن.